خمس وعشر دقايق براديو دلتا. مساء الخير. يغيب ليلي ليل عاشق وصبري ولا مرة كان غايب، بالعكس حاضر وبقوة على الساحة الفنية العربية ومن بداياته. ولا مرة حسينا انه شهرته قلت، نجوميته خف بريئة او حتى تراجع بمستوى اعماله. انا لما بقول اني بحبك انا ما بهزر، يشهد له باللياقة وبالتواضع وفنيا بحسن الاختيار، لأنه كل أغنية من ريبرتواره الكبير شكلت حالة خاصة عند الجمهور فعاش فيها ومعه وعبرت عن أشياء خاصة هو وحده بيعرفها، فكان لسان حال الناس بكتير مواقف ومحطات. لو شبك عاشبك غريب هالفنان يلي من انطلاقته ما عرف الا يكون نجم، وما عرفنا الا نحبه، ندوب باغنياته ونتبع اعماله من دون ما نسال عن سره. بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعيد عني، إذا بتسألوا مطلق إعلامي أو صحافي عن أكثر شخصية سلسة بحواراتها عميقة وبتشد الناس بأخبارها مهما كترت، أكيد رح تاخدوا جواب واحد وهو المعني فيه، وهذا كمان مش حالة خاصة. صعب تغيب عن عين الإنسان، من غيرك ما بشوفش الدنيا، ما بحسش روحي إلا بفضلك، وما فيش غيرك سألتونا أكثر من مرة ليش كنتوا حارمينا نسمع أغنياته، وهي كانت أول من طلقت عبر الدلتا. هلأ رح قلكن كل شي بوقته حلو، لازم تعرفوا أنه ولا مرة بطلنا نحبه أو توقفنا عن متابعة أعماله والمحبة بعتقد من الطرفين. يا غالي يا مسهر الليالي، اسمك دايما عبالي قلبي ليلي، أرجو قربني شخصيا. إذا بتتركوني أحكي عنه المقدمة ما بتخلص لبكرة، هو على كل حال بيستاهل والكلام ما بيوفي حقه. اسمحوا لي راح بسوبر ستار رغب علمي. مساء الخير. مساء الخير. خجلتيني رح ديها بالكيف. بالعكس حسيت قليل انه صفحة اثنين، لا انا اذا بدي تركوني اكتب بعمل ديوان شعر فيك. والله بيقولوا القلوب شوال. مزبوط هيك. انت بتعرفي انه هيك انا حتى رغم البعد يعني اللي كان مصطنع مش في البلكون. اكيد. كنت اليوم بسمع عليك. بعرف. كل يوم كل يوم بسمعك، وهذا دليل محبي، وبعتقد انه انت رفيقة يعني رفيقة لإلي، وانت قاعدة هون بتكون رفيقتي برا. انت عم تعمل سبور على بكرة كل يوم برفقتك. دايما دايما الصبح انت بتشجعيني على سبور. خي شو حلو. خي بدي اركض لطولك. مشان هيك اسمها الافار وجسمك بجنن سمباتيك، وما بحس بزيد ولا نبذة ولا وزن. ما في عندي الارم بجسمي. اذا بلش بنصح شوي برن. لا اول شيء معدة بطل تهضم اكل. بتتعب جدا. اوكي. وبتبع يعني بعمل سبور مش لأضعاف. بعمل سبور لحتى دني عند اللياقة. وخلي المتابوليزم تبع جسمي منيحة. أكيد. يعني ما خلي جسمي يتكسل. وبعتبر إنه هذا الوقت بكون لإلي. وعن جد أنا حاطط على ستيتس إنه يا الله أنا ما بدي منك شيء، بس بدي إن تعرف إني عم بشكرك على الأشياء اللي أعطيني إياها. أهم شيء الصحة اللي بشكر عليها كل يوم طبعا. وبقول لهم للشباب أنا معي شوية شباب تنابل، في منهم تنابل بتركضهم غصبا عنه. لا بقول لهم هذا الشاب حسين لك يسأل ضعفي وشي عشرة حسين. لا بس منيح ما بك شيء. ففي منهم بقول لهم يعني شوفوا النعمة إنه قادرين نمشي، يمكن يجي يوم تنفكش اجرك بس اقول لحالك لا سمح الله بسرعه تنفكش او شيء، تحس حالك مش قادر تمشي وتقول يا الله
يا ريتني قادر امشي. طب ما هلا قادر امشي روح اعملها، قادر تركض روح ركض. اساسا رغد اوبسيون من رمزي عطيته من صوت حلو، يعني فوق النعم الكثير على الانسان واحد يميزه بحنجره ذهبيه، صوت حلو احساس حلو مثل ما ربنا عطيك محبه ناس وشهره، يعني انت لازم اكثر من غيرك تشكره. الحمد لله انا بشكره على كل نعم. اهم شيء اهم شيء اهم شيء الصحه وحب الناس اكيد. هلا حنجرتي عندي حساسيه صار الجمعه اوكي، صار لي خمس ايام عندي حساسيه. سلامه قلبك. بلشت بوجهي بعدين صحت بعدين ضربت هذا انصابك بالعين بفتكر. أنا بقول حساسية. لا بقولك مين صابك بالعين، أنا بعرف مين. بس بدي أشوف هيدا الألارم يلي برن وقت يزيد وزنك، حاطط ألارم مطرح تاني مثلا على قلبك إنه المفروض تدق بس مش هلا؟ أكيد. شوف هلا أنا شو عم بدق قلبي. حبيبي. الحب الأول والإعجاب الأول، أنا كل ما يسألوني مين كان فارس أحلامك بقول لهم السوبر ستار. يا حبيبي. شفتي هي نعمة مثلا، إنه صبية مثل مراية عيد أنا فارس أحلامك. هي نعمة المهمة حبيبتي أمي. الالارم انت بدأت الثاني باحساسي معلش عندي حساسيه هيها الاحساس المفرط بتعبك. عندي احساس عالي يعني عندي احساس بالناس وبقدر بشعر ب حتى بكون عم غني على المسرح بقدر بشعر بكل حدا يعني بشعر بكثير اشياء ممكن تحصل وبشعر باللي ناوي لي شر. بتحس فيهم؟ بشعر فيه بحس. اوكي عندك الحس السادس. الحس السادس يمسوس موجودة. هي وبعدين مثلا بتلاقيني بمطرح قاعد بقعد بتجه بحسب احساسي يعني حتى بالريستورون وين ما كان. وبتضبط معك؟ مبدئيا ايه لانه بشوف اشياء كثير. هلا ما بشوف في حدا ما بحب السوبر ستار، بس ممكن الانسان قد ما بيشتهر وعنده محبه ناس بصير في بالمقابل مبغضين او ناس بيحسدوك على شهرتك على نجوميتك على كثير اشياء، هدول كمان التعامل معهم كيف بيكون باي طريقه؟ شوف دائما الناجح مصاب من بعض الفاشلين. سو دائما اذا اصابك احد من الخلف نعم فاعلم دائما انك في المقدمة. مظبوط. بتبع الاول انه يعني ما تطلع كثير فيه بس أصلي. بس وقت الاذى يعني بنتبه اذا ممكن يكون في اذى. هلا مثلا مثلا هلا بعد هالموسم الجديد ارب عيدل بلشوا فينا اشاعات ومنهم اشاعات سياسيه بانه راغب بيدعم فلان وراغب شوي بيقولوا راغب بيدعم النظام بسوريا شوي بيقولوا راغب يدعم الثورة في سوريا. نعم. وكانت هيدي أكيد ريحتها مش حلوة لأنه مبين إنه حدا عم يستقصد يأولنا أشياء. عم يعملوا لك فخ يعني لحتى توقع فيه بطريقة أو بأخرى. أنا بالضبط أنا رديت إنه أنا لبناني ما إلي حق أعطي رأيي بأي موضوع سياسي. برافو عليك. غير خارج لبنان، حتى بلبنان لما بحكي ما بحكي سياسي بحكي حق الانسان حقوق الانسان. نعم. بيعتبروني عم بحكي سياسي. انا بقول حق المواطن اللبناني بس انه خارج لبنان بجربوا يورطونا يقولوا عنا اشياء لحتى نرجع نصلح وتستيح يكون وقعة. فلما صلحت انا قلت انه انا مواطن لبناني ما الي حق اعطي. نعم. حق اعطي رأيي باي موضوع سياسي خارج لبنان وتحديدا بسوريا. رجعوا بلش يقولوا راغب ينفي راغب يؤكد انه لو يؤيد نظام مش عارف شو راغب يؤكد يعني دغري بحملونا اشياء هيدي بتكون من وراها اشياء بشعه يعني بشعر بانه في تركيبه مش حلوه مش ناس قاعده عم تتسلى يعني اكيد طبعا هي. طبعا فهيدي كمان بيكون لها توابع. فخلينا نحدد اليوم احنا مش مع حدا لا مع النظام ولا ضد النظام. ما الي حق كون لا مع النظام ولا ضد النظام. اوكي. انا مواطن لبنان. سياسه لبنان كثير مطلعة على كل شيء بيصير تحت انا ضد النظام ضد النظام طيب. بس معروف عنك هذا الشيء على كل حال. كثير مؤيد لحريه الناس تنقال الاشياء مثل ما هي. بالضبط. والناس كمان لازم تحترم رايك انه انت ضد الطائفيه هي شوف كل الانواع واشكالها. الدين لله والوطن للجميع. نعم. هيدا وطننا. إذا بدنا نبلش نتعامل بطائفية ما فينا نلوم العالم بيتعاملوا بإقطاعية. ما فينا نلوم العالم بيتعاملوا بطبقية. نعم. ما فينا نلوم العالم بيتعاملوا بمذهبية. يعني أنا بقول الإنسان جيد مهما يكون دينه جيد. والإنسان السيء مهما يكون دينه سيء. طبعا. ويا ما ناس
يا ناس بيلبسوا لباس رجال الدين وما بكونوا الناس جيدين. يعني يا ناس من كل الطوائف وفي ناس سيفيل بيمارسوا كتير اشياء حلوة بحياتهم من غير ما يرجعوا من غير ما يمارسوا طقوس دينية بتلاقيهم ربنا اكثر بكثير من الناس لابسين تياب دين بس اللي بحب الأذى. صحيح. سو الانسان الخير خير وليكي لما بقول دايما انا لما بنعمل فحص دم ما بيطلع لحد شو دي انا او بوزيتيف ما بيطلع شو دينا ولا شو مذهبنا مشان هيك انا بعتقد انه هي القصة بالاخلاق. يا ما في ناس وانا يعني خلقت من دين معين من طائفة معينة بمنطقة معينة وبعرف ناس من غير ديني ومن غير منطقتي ومن غير بلدي حتى يعني لما بدأت اتعامل انه هذا انسان بيشبهني بكتير اشياء ما بيحكي لغتي ولا لون ولوني وعاداته غير عاداتي بس انا بيام نتشبه بالاخلاق نتشبه بانه في حق نتشبه بانه ما لازم نأذي نتشبه بانه ما لازم نسرق نتشبه بانه ما لازم نكذب. طيب هيدا بيجمعني اكثر بكتير من واحد ابن ديني وهو ما بيشبهني ولا بالصدق ولا بالأودمي بالضبط خسرناها بكلمة أزعج بالضبط. فأنا هيدي مبدأي بالوطن لبنان بنى طائفيا للأسف وأنا ما بعرف ليش رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس جمهورية كل واحد لازم يكون من طائفة معينة. نعم انت ضد هيدي الشغلة. ايه انا احنا بقول اذا منعزز القضاء ومحاسبة الرؤساء نعم المواطن اللبناني بكون لبنان يعني دايرة واحدة انتخابية كل الناس لبنان بلد صغير اكيد بصير المواطن يلي بمنطقة معينة ممكن يختار رئيس له مواطن من منطقة كتير بعيدة عنه ورئيس مجلس من نفس الطائفة ورئيس مجلس وزراء من نفس الطائفة. نعم. بالساعتها بصير بسود الحق والعدل وقديش هالرؤساء وهالمسؤولين عم يخبوا المواطن لأنه بالنهاية أنا وياك عم نمشي سوا على الطريق أنا وياك عم نشرب نفس الماء عم نعلق بنفس العجقة ونتنشأ نفس الماء أنا وياك عم نتنشأ نفس السم أنا وياك عم بحكي كمواطن أكيد البوليسيون الموجودة الأجواء شو هي لما بيجي واحد يوقف على باب مستشفى وبيموت هيدي تنت على كل مواطن ليه بوقت الدولة عم تاخد كتير حقوقها وما عم تعطي حقوق المواطن بيضطر المواطن يروح عن زعيمه السياسي او الطائفة وهيك عززوا الطائفية لحتى ما يكون في بلد صحيح ما يكون في وطن يعني اذا اخذناها بوجهة نظرك هي صحيحة 100% مشان هيك راغب علامة ما بيطمح لأي منصب سياسي بفتكر احنا هنعطيهم الجواب من عنا لو طرح او انطلب لا يمكن ان يكون لي دور بمكان سياسي طائفي لا اعترف بالطائفية كل معظم اصحابي يمكن من غير ديني ومن غير طائفتي ومعظم الناس القراب مني ما الى علاقة وعندي ناس من طائفتي ومن ديني كمان اصحاب ما الى علاقة ببني علاقتي مع الناس قديش اني خيرين وكويسين ونضاف واوادم ومفيدين بالحياة. إذا قلنا حكومة تكنوقراط ممكن شوي نسهل الامور ممكن كتير ممكن. تفكر فيها وفكرت فيها جديا من فترة هلا هو الطرح شعبي وبعد الخلافات هني اساسا الشعب هو اللي المفروض لا بلبنان لا مش الشعب بس هني من الميزان الحقيقي الشعب بيتذكروا المسؤولين وقت الانتخابات بس لا يجي يصوت الشعب ما بيمون على شد بصلي انا عم بقول لك في زعيم لبنان زعيم بيقعدوا مع بعض في كيك بيقطعوها هذه الي هذه لك انا الي كذا وزير انا الي بهيك بيحكوا مع بعض حلو مش للوطن حلو دعمه وعامل انا الي كم وزير وانت الي كم وزير وانا الي كم مدير عام نعم هذه خلينا نتوقف مع اول استراحه اعلانيه ونرجع لكم مغرم يا ليلي يا ليلي مغرم وقلبي تابع اللقاء مع سوبر ستار راغب عليني اغنيات ما بتموت لو قد ما صار عمره يعني هلا بهالايام صار فيي اقول لك ايه صرت يعني بعد مرور وقت طويل على الاغاني صرت اقول لك انه اغاني ما بتموت لانه حتى بالحفلات
يعني مضرم يديه عمره 22 سنة. يا ريت في خبيها من 84 صار عمره 29 سنة. 29 بس بعدها صبية. بعدها صبية جدا بعدها أول عمرها. كيف استغنيت عنها؟ أنا محلك ما بستغني عنها. قدمت له إياه يغنيها. مش معناتها أنا ما رح أغنيها. إلا لأنه بتنطلب منك بحفلاتك ومش بسهل واحد يستغني عن شغلة بحبها. إنه سمحت له يسجلها ويغنيها إذا بحب. هيك أول انطلاقته يمكن ما يكون عنده مصاري يقدر ينطلق بأغاني غنية مثل هاي بتساعده. هذا تواضع منك راغب إنه هو هاوي بالنتيجة. بالنهاية أنا آمنت باللي قلته ويعني وبعدني عن كلمتي. ميزته عن غيره بهيدا اللفتة؟ إي لأنه لما غنيها حبها للغنية مثل ما هي حبته. والغنية هي حبته. يعني لبسته كانت. إي أنا كنت بتوقع بصراحة يعني إنه ما رح يقدر يغنيها. نوعية الصوت اللي بدي أدي أغنية يا ريت فيه خبيها. يا ريت فيه خبيها قلت له منها سهلة أصلاً. ما أنا سهلة ببساطتها. كيف ببساطتها؟ يعني اليوم أنا ممكن هلأ أقعد لك تعال نرسم سيارة. أوكي؟ نرسم سيارة تطلع كيف ما كان سيارة. بس بقول لك مراي تعال نرسم كاري. كاري في أسهل من هيك؟ لا بيطلع متعوج. لازم يطلع متعوج. فهمت عليك. يا ريت اللي خبيها بتشبه هالشيء. انه يلي بده يرسم هالكاريه بده يجيبه بيرفكت كثير وكثير بيقع كثير صعب ان الواحد يرسم كاريه من غير ما يطلع مزعله. فتنا باجواء البروجرام. خليني اقول لك جايب لي جاتو جايب لي ورد مش جايب لي بس ما جايب طناجر. لا تفعل ولا تخاف ولا شيء. بدنا نحس طناجر شو بنعمل؟ وينهم؟ تركينا لاهل الطناجر حاطينهم بالسياره. يا حسين وين الطناجر يا علي؟ تركينهم لاهل الطناجر. شو قصه تبييض الطناجر مع انه هني اربابها؟ عم بضحك. لا هو ال لا اكيد هي غلطه من قالتها. غلطه فاتحه. اي لانه حتى بالموقف يعني انه هي اللعبه عندنا بالعرب عدل بهالمرحله بالذات. نعم. مثل التلميذ اللي بيعمل اكمال بده فرصه ثانيه يعني منه سائق. صح؟ اكيد. ايه بيقولوا عنده اكمال بده يرجع يعمل امتحان ثاني. بيعمل امتحان ثاني اذا نجح بيقولوا انت نجحت. نفس الشيء ينطبق على هيدا الاربع عادل على المرحله. اوكي. ادي صابرين وحنان عملوا اكمال. اللعبه بتقول بتوقفوا حد اللجنه. نعم. اذا غنيتوا منيح يعني اذا نجحتوا بتاخذوا الكارت بتنجح. اوكي. بينقذوكم. المستغرب انه يعني هي اثنت على غنائها. واللجنه اثنت على غنائها بس ما عطوها. فهيدي برات اللعبه يعني هذه مش 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 عم نتبع نظام اللعبه. مش هيدا الكونسبت. يعني يا غنت منيح وانا بعطيها كربونهاز يا ما غنت منيح ما بعطيها كربونهاز ترجع ترجع بالصوت. لا غنيتي بتجنن وغنيتي ما في منك بس انا ما بدي اعطيك. قلت لا انا غنيت كثير منيح وبدي اعطيكي. انا قلت لي تبييض طناجر. تبييض طناجر بكون اذا واحد ما غنى منيح واعطاني او اذا واحد غنى منيح وما اعطاني لانه تبييض طناجر مع ناس ثاني. طبعا عرفتي كيف؟ بس هي كلمه اصلا مش حلوه تنقال كثير مش عبر بروجرام عم يطلع ملايين الناس بتشوفوا غلطه فاتحه ونحن كلبنانيه ما قبلناها. اليوم طلع مستمع بحبك اسمه جورج قال لي بليز راغب ينسحب من عرب ايدل لانه عم بينسم بدلنا وعم نعصب وعم نغير المحطه. قد ما بيتعاطفوا الناس وقد ما بيحبوك انا بقول لهم راغب علامه خط احمر نحن عنا كجمهور لبناني وعربي مش اول مره بتتطول علي احلام. اذا انا بدي انسحب عن كل موقف كنت بغنيت بحياتي انت بتعرف. اوكي اوكي بس نحن يعني من تطاول صار في تراكمات. لا التطاول يعني يمكن صار معروف اني انا كيف برد بكل احترام. اكيد اخلاقك العاليه ما بتسمح لك تقول شيء. ما بسكت عن اي شيء ولا زلت اي غلطه اي موقف غلط بحكي عنه من غير ما اخلي الاشياء تصير شخصيه. نعم. هلا هي احيانا بتصير شخصيه مع غيري. وهيدي مشكلته مش مشكلتي. انا بهاللجنه هيد اوف جوري لازم انا اعمل كنترول على اعصاب الاعداء، يعني انا لازم
تكون مدير هاللعبة وتستوعب الاشياء كلها. ايه هلا بالهوى لما يصير الغلط ما بقى في مجال لاصلاحه، خلص طلع على الهوى، فبجرب انه بالطريقة الانسب نصلح الامور. هلا بدي ضحكك، ما بدنا نهينا الاحلام، بس بدي اقول لهم للناس اللي بيبعثوا لي كومنتس بكره على الاشياء اللي بتصير بقرب ايضا على 10/5/2 هلا يبعثوا شيء بيموت ضحك، حتى ما نقولهم على الهواء، بشوف رده فعل الناس، يعني الناس صادقه، الجمهور هو اصدق حدا بيقدر يقول لك الاشياء مثل ما هي. بس اقول لك انا عن جد ما بكمل لك المحبه وبعدها بتكمل لك المحبة على شيء، يعني دائما شو بيقولوا البحر الكبير بيستوعب الاصغر منه، بس نحن مش عم نستوعب كثير. لا استوعبوا معلش، خليكم طلعوا فيي طالما انا عم بضحك وعم دير اللعبه كما يجب. بعرف انه اوقات انت بطريقه كثير دبلوماسيه بتقطع لها المساجات، يعني هيدي لا شك بخبرتك وذوقك الرفيع بالاخص محاوله مقاطعتي انا عم بحكي. مش حلوه كمان، مش حلوه صح. ننوس بتغنج، انا انسي بتحبه وبتغنج، ننسي حبيبي ما في اطيب منها ولا زمنها. للي انتقدوا انه ننسي مش مفروض تكون بقرب ايدل، انا عم بحكي الاشياء مثل ما هي، مع انه بحبها وبحب جيجي كثير، بس لا مين احسن من يكون بقرب ايدل؟ اوكي كثير منيحه، بس قال لك شغله انه بعدها جديده اول موسم، خليها بس تترجلج شوي شوي صغيره معلش. اوكي بخصوص البرامج الثانيه اللي هو كمان الفورمات تقريبا زيتها، اذا بدي اوقف باكس فاكتور بقول لك الجوري موجودين بشكل صحيح باماكنهم وبمواقعهم؟ ايه كلهم فنانين كبار وبيعرفوا كثير منيح اللي عم بغني. هلا بقول لك انا بفهم شو عم تقولي لي، انه يقال بانه في احدهم بتمشى زي عم بغني، تخزوني على صوتي شوي مجروح. يقال بانه مثلا الفنانه ما بتغني كثير منيح اللايف، بس بتسمع كثير منيح. اوكي وفنانه يعني. مش غلط ابدا تكون بالجري طالما اراء سليمه. هلا هون لازم الجمهور يفصل بين رايه الشخصي بالفنان، اذا كان ما بيعجبه عم بغني لايف، وارائه اللي عم بيقولها على المشترك. لازم يكون في شويه فصل، يعني في ناس كثير بجيري ما بغنوا مش مطربين. بس ليه ما سميته؟ لانه قريت ما بحب سمي. ما بتحب تسمي، لانه قريت على الاشياء مش هيك. يمكن هلا تكون منيحه فعليا. هلا اي فنان ممكن ينشز لايف، كل حدا معرض، يعني كل حدا معرض. هلا يمكن هي طلع الحفلات لايف اكثر من غيرها، كانت تعبانه، كانت مش مرتاحه، مش سامعه منيح، عادي ممكن تحصل. يعني ذا فويس كنت عم تتابعه؟ ذا فويس تابعت اكثر من اكس فاكتور، لان اكس فاكتور مسح علي ونحن بنفس الوقت، يعني اكيد حلو كثير، كان كثير حلو البرنامج. محمد لانتوني توما اللي المفروض هلا هيك يوصل للفينال بالنسخه الفرنسيه. لبنان حيكون فخور فيه والعالم العربي ان شاء الله، يعني كلنا حاطين امل فيه لهالشاب. الهواد بشو بيذكروك لما بتشوفهم هيك وقفتهم على المسرح، خوفهم، ارتباكهم، بعدهم بكل يوم ببداياتي، بكل رجفه رجفتها، بكل امل تعلقت فيه، كنت انا عم غني اتطلع باللجنه قول ضحك، يمكن ممكن عم يضحك على شيء ثاني، بس ارجع هيك دل ضحكته براسي ضحك، يعني حبني. شوف قديش هالناس بكون عندهم امل فينا، مشان هيك انا بجرب كثير كون الاب الروحي لهم، تفهمهم يعني. وبجرب اني ما استغل هالمنصب والمكان اللي انا قاعد فيه او السلطه اللي انا فيها لكسر. انا دوري هون اني ساعده ووصله عبر الامان، مثل ما هو نشز انا كنت نشز، مثل ما هو شحرق انا بشحرق، لهلا عم بحكيك ومشحرق. نعم وهيدا موضوع، يعني نحن بشر مانا كمبيوتر. اذا بدك عندي كثير بتطلع دائما بزوايا المليانه مش الزوايا الفاضيه، هيدي طبيعه تركيب انسان، هي ربنا بيركب الانسان هيك، دائما بتطلع انا بالانسان بايجابياته مش بسلبياته. نعم اذا كانت سلبياته طاغيه
على ايجابيات، وساعتها بقول هذا بقدر اشوف السلبي السواد. نعم رغب يوم انه صور لقلنا قديمه او فيديو او هيك اشياء، وانه احد كان دارج هيك حواجبه وشعراته وثيابه ولبسه، بتضحك اذا شفت صور قديمه تقول لي كيف كان شكلي؟ اكيد حتى اولادي اولادي بابا انت كثير احلى هلا من زمان. بتصير خايف انه حدا يبرز هالاشياء اللي بين ايديه مثلا؟ ليه بدي خاف؟ لا في ناس انه بتخاف من ماضيها ومن صورها القديمه. بلشت فقير بكل ما في الكلمة من معنى، وأتشرف بالماضي اللي ما كان معي مصاريف، وإن عملت حالي بحالي. ما بستحي بإني بلشت أهلي ما قدر يساعدوني لغني. ما بستحي بالماضي اللي هو ورق، يعني هي مصاري ورق. بس في ناس ممكن تستحي بإنه والله لا نحن كنا كثير منيح قبل. لا مش مزبوط. انا بلشت من تحت الصفر وانا بفتخر، وهي الشطاره، بفتخر انه الله خلاني ذوق كل شيء. انا ذقت الجوع، ذقت الجوع، ذقت التعب، ذقت الخوف، مثل كل اللبنانيين بايامها ذقت شيء. يعني الواحد ينام بملجا، شفت الموت قدامي كله شفته، حتى تقوصت. شو بدك انا لما تقوصت والله العظيم من بعد ما عملوا لي العملية، وتعرف وقت الله يرحمه الملك حسين بعثني الطيار، نعم طلب مني اني اقعد اسبوع من بعدها، قلت له ماني قادر لانه عائلتي عائلتي حاملين همي مهم. لما جيت قلت الحمد لله حتى هي الله ذوقني اياها، بتعرف قيمة الحياة، حتى هي الله ذوقني اياها، شفتها من المنظار الايجابي، هذه طبيعتي الحمد لله. فانا ما بعمري استحيت بشيء بماضية، لانه ماضية مشرف، الفقر مش عيب، ما في شك، الاتكالية على النفس مش عيب، الشعر الطويل مش عيب، الشوارب الاعراض مش عيب، الالوان المزركشة يعني دارجين، كانوا دارجين، خلينا نقول كانوا دارجين. ويمكن انا كمان لما بلشت من طالب بالمدرسة ما معي مصاري، ما بعرفش يعني موضة، ما بعرفش يعني موضة، يعني من مش عارف، ما كانت تفرق معي شو بدي البس، مهم شو بدي غني، شو بدي ما كنت اعرف، ماني فايت بهالسيكل هيدي، ما بعرف شو يعني تلبق ثياب بعض، ما بعرف، ما كنت اعرف شو يعني شوبينج، ما بعرف. هلا عم تعودهم؟ ما كثير، هلا ما كثير بحب الشوبينج. ليه؟ بعرف شو بدي. يعني بتضرب سكانر، بس فوت على المحل سكانر مثلي انا، بتضرب بقول لهم هيدي وهيدي هاي وهاي وهاي. وبعدين مثلا بدليت بخيطهم خياطه. ليه؟ لقيت انه احسن لي، اريح لي، بينعملوا شو المزيد. يعني في اشخاص سبحان الله صاروا بيفهموا بيفهموا قياساتك، ناس بيفهموا عليك بالتطليعه، يعني مثل علي اللي بوجه له تحيه، او الشباب اللي معك او خضر، يعني كلهم على قياس راغب. سبحان الله في تليباتي بيناتكم، ايام ما بتحكوا الا بلغه العيون. لانه صاروا معي عمر فوق العشرين سنه كلهم، وربيتهم على ايدي وتلمزوا على ايدي، ونعم التربيه الحمد لله. وانا رفيقهم برغم انه بعثوا لي باص، الباص الباص بدي اشوف الباص، بس انا رفيقهم عمليا، بعثوا لي باص بس انا رفيقهم. قديش خبرتك راغب بهالحياة بيستفيدوا من الناس؟ كثير، يعني أنا إنسان مر علي كثير، وآرائي غالبا بتكون بمطرحات. عشت الحياة بالطول وبالعرض. بالضبط. عشو بتندم؟ يمكن لو برجع الزمن بعمل اللي عملته. ما بتعمل ولا بتعمل؟ بعمل اللي عملته. أوكي. مع نفس الأشخاص؟ إيه إيه. حتى الوقعات اللي وقعتها بحياتي اليوم برجع بشوفها انه كان درس مهم لي بالحياه.
هلا بندم على وقت ضاع وزعلت وكان انأذيت فيه. تلغي حدا من حياتك؟ بتعمل كانسل لحدا؟ بعمل كانسل لحدا يمكن بس ما في حدا بناصي هلا. طبعا بنعمل لايك لحدا هلا. لمين؟ لا خي خضر. يعطيه ألف عافية. يعني هذا الجند المجهول اللي كان وما زال ورح يبقى. صح. أنا كتير في هيك توافق بيناتكم، تتفقوا على كتير أمور. هو شي خضر خيي وبالمعنى الحقيقي ابني. يعني أنا جبته كان عم يدرس بإيطاليا، كان أنا مبسوط أبدا، كان عم يبكي عم يفيه على التليفون، كنت أنا بداية حياتي. عز علي أني شفته عم يبكي بإيطاليا. ما بعرف اذا يعني تصرفت كاني بي حنون كثير، قلت له ارجع تشتغل معي. نعم. على الرغم باني انا كنت على قد حالي. اخذت ريسكي عليه بوقتها. اخذت ريسكي عليه وعلي. وبعدين صرت اعلمه شوي شوي، وهلا انا ما بعرف يعني بشغلي 80 ل 90% خضر هو اللي دايره من غير ما يرجع لي. اكيد كمان عنده موضوع مثلك خضر، قالوا لي. لا هو عنده دودابين، انا عندي ثلاثة. فاتوا يعني. لا اشعر اذا دودابين. لا ايه انا الدودابين ما بحبه. بتخاف؟ ايه يعني نفسيا بحسه بزحف. وقال له لخضر جيب مثل اللي عندي. بس انه هالقد بتاثر فيك قصدي، يعني حتى الهوايات اللي انت بتحبها بحبها خضر. يمكن هو جاب الموتور قبلي. بس انا الموتور اللي جبته من امريكا كثير حلو، من ورا شفتها كثير بس ما قلت له. من ورا نص سياره وحده الموتور كثير لذيذ. بتحب الاشياء الاوريجينال اصلا؟ بحب ليك الموتور يعني لي حريه. انا بحب الحريه. والشهره بتأيد ما في شك. بس انا على الموتور مؤيد بالشارع. اللي بحب فيه الموتور هالهوا اللي عم يضرب بوشي. اوكي هلا وببقى عم سوقه مأمن حالي لانه ما بيوقع. مثل السياره ما بيوقع وما بخاطر. ما بتخاطر يعني بتسوق كثير على مهلك؟ مش كثير على مهلي بس ما بخاطر. مين بتاخذ معك؟ هيدا اللي بهمنا هلا. باخذ اولادي كثير بيروحوا معك. عفوا بدنا نسالك عنهم. حاطط كنت صوره على الواتساب هني ومايا دياب. هيدا كريدي لمايا. اي خالد بحبها. بتعجبه تعجبه كاميرا بزوي. بهالعمر مايا عم بيعبر عن حاله. بتنبسط هيك اشياء عم تشوف عنده رايه الخاص وبهيدا العمر؟ سعادتهم كثير انه يكون عنده شخصيتهم. واذا بتتعرفي على اولادي حتتفاجئي قديش كل واحد عنده شخصيته. حلو كثير. يعني عكس ما انت ربيت عم تحاول تتعامل معهم. مش عكس ما انا بركي الاشياء اللي انت حرمت منها بتعود لهم اياها. قصدي شوفي انا كان عندي حريه، انما كان الوضع الاجتماعي مقيدني. اولادي تمتعوا بنوعيه بي بيحكي معهم كثير وبيساعدهم كثير. اهلنا كانوا يتكلوا على الله كثير. مزبوط. وطبعا الاتكال على الله مش غلط، كان عندهم براءه. في براءه عايشين هيك على البركه. اي بس حلو كثير البي يحكي مع اولاده. انا كثير بحكي معه. مجتمعنا هلا خاصه انه في كثير صعوبات بيستشروني بياخذوا رايي بكل كل كل ديتيل. حلو كل شيء. رغب بتعطي مساجات انت بالاشياء لانه مش ذكي، في ذكاء فوق الطبيعه خارق. يعني حتى بحس صورتك مع مايا انا مدلول ثاني تفضل مساج انه هلا هي الابرز الاهم الاقوى شيء هيك. لا كان الوضع منيح نحن وياه بالحفله وحبيت انها تكون معي. ولا هلا بحبها كثير لمايا. معروفة هي هلا انه هي الاقوى على الساحة الفنية، بتوافقني؟ بين البنات؟ ماني بيوقع اني صنف. ماني بيوقع بس الوقت اللي وقفت فيه على المسرح بحفلة راس السنة كان وقت جيد. يعني كانت بسموها وصلة حلوة. عندك حفلة يوم الأحد. هيدا؟ ايه. وين؟ فؤاد شهاب. شيء انا سمعت دعايه ب 30 جوان. بس اي احد ما بعرف. لا مش مش قربنا هلا منه؟ نو بجوان. لانه عم فكر انه كثير مهرجان جوني. ايه مزبوط. ايه مش هلا بجوان. ليه السنه بجوني هيك لنشوف؟ انا كثير مبسوط انه بتغذيني. كثير مبسوط انه غني بهالمهرجان. من هلا بلشوا لك دعايتهم، يعني هذا كمان شغل كثير حلو. اول شيء حقيقه عم اشتغلوا بكل
حرف بكل احترام. نعم. وبكثير حب لمدينتهم وبكثير كلاس. وهيدا الشيء انا بحب كثير اني غني بهيك بين هيك مجموعه. وبعتقد انه مهرجان جوني رح يستقطب ناس من كل المناطق. انا حضرت فيه مسجد الرومي حفلاتهم كثير حلوه وعطول سبيسيال. بيحترموا الجمهور. مزبوط. عندنا استراحه اعلاميه ونتابع مع سوبر ستار. بحبكم وما بيقدر يطلع بمقابلة ما يسمع أصوات الناس. يعني أنا بقدر فيك دايما التواضع، مشان هيك الناس بحبوك. يعني مش إنه هي سر، هي شغلة كتير واضحة الحمد لله. فعم تقول لي لو خمس دقايق بدنا ناخذ اتصالات. اوكي. وعم يوصل كثير اشياء مهضومه على 10 5 2. بشكرهم من كل قلبي، انا عم شوف كل شيء عم يجي قدامي. اكيد. على 0-1-4-9-5-2-2-2. بليز 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 احكوا باختصار، لانه كل العالم بدها تحكي مع راغب، فمعليش قدروا هالطلب مني. الو. الو. وي. يسعد مساءكم الحلو الحلو بعقل. تذكر اصبع انا من اول اتصال لهلا بعد عم بسمعكم. اوكي. أول شيء بقول له لأمسي راغب أحلى شخص بلبنان. خيات أنت مين؟ أنا بدي ذكرك فيي. ذكري. كنت قاعد على فضل الخياط أمس، كنت تجي أنت وأحمد وغلط، كان بيتنا حد بيتكم تقريبا. وكنت حبك كثير كثير. أوكي. مرة كنت أنت يمكن كنت معصب بعتقد. إي. نحن قلنا طلعنا أنا ورفيقتي إني لك بدنا صورة لإلك. كنت معصب قلت له روحوا. عيطت لهم بعد شوي. لحظة زلنا على الدرج. اوكي. وصلنا لحد انت بتعرف وين كمان. في بس اطلب خلص ناخذ اتصال ثاني. سوري سوري سوري. خلص خلص. فهمت علي طلب وصول. كنت معصب رجعت عيطت لهم من وقتها قلبك طيب. اوكي. لا بس اذا هيك خمس دقائق الاتصال خلصوا حرام الناس ما انا الميشانت هلا بدنا نشربك شيء سخن بهالوقت. اي والله. الو بونجور بونجور يصحك يا راجل الحمد لله احلى تحيه لك بتستر عليك يسعد مسي انا كثير عن جد بحبك واكثر شيء بلي فوت على الانترنت بس اسمع ضوى الليل وحرام وانا بالعديده ولو شباكك على شباك تعرف تعرف انه انا مراي كل يوم بتذكرني فيه الصباح طبعا كل يوم مش معقول يا ريت اعرف استاذ راغب انا بتمنى لك التوفيق ودرنا بالك على احلام بالطبيب الصناعي والله يرضى خلاص اخذ معي سيف اليوم شكرا لك بدنا القصه اول ما نحضر على بعد اليوم بس كرمت هالشغله لا 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 خلاص هذه قطعت طيب بشكل سريع عم ناخذ اتصالاتكم الو مساء الخير الو مساء النور اهلا مريكي منيحة يسعد مساكي هلا فيكي مساء لراغب يسعد مساكي اسلام راغب الله يخلينا اياك حبيبي الله منور لبنان بوجودك وبطلتك على التلفزيون نحن بنحبك كثير كلك زو وبرنامج كثير حلو على بكره وانت بسمعك لإله كمان عم تحكي كل يوم انا مع مريكي كل يوم ونحن كمان ونحن مستمعين قايمين لإلها مع الصوت بنحبكم تسلم كلك زو ميرسي مدام فعلا عم تعطينا نكهة بكره صبحيتنا مش معقول بس يعرفوا العالم انه راغب عم بحييني هلا على الواتساب وعم يسمعكم وخذ بقى لقلهم اكيد لقول للناس انا بطلع من بيتي دغري بدور الدلتا وبمشي عندي ساعه ساعه وربع بحسهم معك قطعوا شيء هيك شي ربع ساعه بطل حس بالوقت ببعث لها بونجور ميراج قلت لك ببعث لها بوصي وبنتعش انا الو يا هلا لا أفتيك الأسرة هي مدام شو بتحبك يا هاي حياتي غاغب عليك بونسوار بونسوار يا أحلى غاغب يا حياتي من أنا وكنت صغير مغامي فيه لك دخيل هاللدغة تبعت الاخ شو حلوة شو سكسة
سكسي سكسي لحلق بحبك. كان عندي صورة لإلك حطتها بقوت النوم يعملوا لي ولادي لقدس بتحب رأس علامي إذنه لو كنت عزبة ولا لأخذ وراء أخينا أنا وياك عزيزة عزيزة الله يخليك ويخليك عايشك مرسي لألي بتشكر اتصالك لازم تكون وزير حضرتك يلا هلا عم نشتغل عليها أمر هي عم تشتغل علي حبيت اللولو راغب حياتي كلك زول بقلك عن جد قد ما قلت مش قادر احكيك شو بدي اقول ميرسي كلك زول بس اسمع اغانيك بتذكر الجنايس تبعولي بدي اذكر اتصالك كثير ميرسي لك بقول لك باي ومش قادر ما لانه لحتى نرجع ونلتقى بعد رح اخذ اتصالين بدي اتوقف عند قصه وزير السياحه 01495222 اللي ما لحقوا يتصلوا فينا واللي ما رح يلحقوا اكيد الاس ام اس على 1052 الو الو بونسوار كيفك ميرسي الحمد لله انا بدي اقول لك شو صار لي صلاه انا بصلي صلاة قل له يا رب احفظ لي نور عيني بس لشوف ولادي نعم وتراطفا راغب علامي انت مدام مش حادي انت يا حبيبتي ما اطيبك طول عمرك يا حياتي ما اغليكي انت دغري عرفت صوتها هذه الانسانة مثل الملاك اللي بيجي بحياتي والله الله يخلي لك ولادي حبيب قلبي طول عمرك وحبيب. يطول عمري وندلنا هيك مبسوطين بهالصوت الحلو بهالشبوبية الحلوة يلي كل الناس بتحبها حبيبتي والله العظيم صوتك لما بفوت على قلبي شو بدي اقول لك يعني لو قلبي مدبوح بصح قلبك يا حبيبي انت حياتي كلك لكم ميراي تسلمي سلمي لي على اولادك كثير بس يا حبيبي انا حافظه اسمه لانه بس تعرف انت على السمع دغري تبعت لي مسج في ناس اوفياء كثير هي كثير من الأوفياء من الأشخاص اللي ما بنسيهم بحياتي لما بتذكر المحبة والحب الحقيقي آخر اتصال ألو ألو مصوار كيفك تسرغب مصوار أنا كتير بحبك مرسي وبحب فنية اشتقت لك أنا مزوي لو بعيني مثل وبدايك تسلم لنا علامة في اليوم وصل وأحلام لا حدا طيبة بتشكر اتصالك ثانك يو باي هلا اللي بدكم تقولوه بس على 10-5-2 عذروني رح نتوقف عن تلقي الاتصالات حبة الناس حلوة لما بتبين وصدقهم كمان بالحكي يعني ما فينا نخفي ما حدا طيبة صح لا ما بدي وقعك بالحكي صح هيدا لا كده عم بحكي عن حبة الناس هالقد بيحبوا هالقد بيكرهوا لانه خط احمر انت خلينا دايما هيك خلينا نطلع دايما بالنص المليان قول محبه خلي الكره لغيرنا طيب من الصحفيين اللي متبينك من بدايتك مين اللي طلع اوفى؟ من البدايه والله كلهم اوفياء جمال فياض نضال احمديه نضال معي بالشد الفن وجمال صديقي تعرفت عليه اول يوم رحت قدام تحسدي الفن وتعرفنا ببعض وقال لي طلعنا جيران ضليت وقف ضلينا اصحاب مرق فترة يمكن من حياتنا كان فيها شوية مشاكل ورجعنا صلحنا مثل اي اثنين اخوة يعني لا في كتير يعني كنت اصحاب مع عبد الغني السيد عبد الغني جيل اللي قبلي السيد عبد الغني جيل وليد توفيق ومجد الرومي ولا زلت يعني عم يضبط لك جرافات كان بتعرفي بعتبره مثل خيي كبير خيي كبير بتاخذ بنصايحه ومعجب بكتاباته معجب باشعاره حتى الالحان اللي لحنها بالفطره تدل عن فنان بداخله كثير اشياء يعني هو قريب كثير من رحابني ومن في المواهبه فبذكرني شوي ما يعني بفيلمون كيف كان الحال انا بذكرك بثلاث محطات بفتكر هول الاشخاص انت بتحس انه يمكن لهم فضل عليك بمطرح معين جورج تبعلي جورج ابراهيم الخوري ومين بعد بدي اتذكر لك مبدئيا وسيمو اسمر سيمو اسمر له الفضل الاول لانه هو الفضل على كل الجيل الشباب الجديد لانه استوديو الفن كان ارضيه فنيه لبنانيه انتشرت
وخلقت سفر الفن بلبنان كان هو صاحب الفكرة وصاحب الرؤية مش بس الفكرة. نعم. زلمة كان ولا زال لما بيطلع بيحكي بتشوفي في واحد كأنك عم تقري انسيكلوبيدية يعني. زلمة بيفهم عنده رؤية مزود سميها. كل إنسان يمكن عنده أخطاء بس أكيد 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 إيجابيات كما أصلا يمكن 99% وهو الفضل الأساسي لأبي حقيقة أنه فتح المجال للشباب من خلال استوديو الفن. أنا بقول لك أنا من وقت استوديو الفن وقف استوديو الفن وما عدنا لأنه وقف ما كملني ومشيت لحالي بطريقة بس كنت كل مرة أجي أشوف سيمو أسمر أقعد معه ربع ساعة أتعلم منه كثير أشياء. بعده أستاذ. أستاذ. إيه الكلمة ما بتلبق على مين ما كان كلمة أستاذ. في ناس انبهبت عليهم. إيه لا هو يعني سيمو أسمر يمكن ما أخذ حقه تماما بلبنان. لازم الدولة إذا في دولة. نعم. تعطيه حقه وتكرمه. جوزت بعلي يمكن أطلعك بالحفلات الكبيرة. بتحس انه كمان شخص جورج كان صديق مش اطلقني بحفلات كبيرة بالعكس جورج كان عم ببلش يعمل مصلحة الحفلات هو محامي وصلنا نتعاون سوا لنعمل حفلات وبرمانة هاي ايام الحرب كانت طبلة لكل السياح بسببنا فعلا كنا كتير نتعاون كان قريب من كل الفنانين وكان مزوء كتير وكان ذكي كتير الله يرحمه كان له فضل على السياحة اللبنانية اللي بالحرب ما بقى بيجي هيك أشخاص حاليا يعني اللي عم يشتغلوا اللي عم بيكونوا بهيدا الدومين لا الشطارة. صعب تلاقي آه. مش من هيك هيدا الأيام بس أنا هون ايه؟ هون معلش في شخص كمان ما ذكرني بيهمني كتير مين هو إحسان المنذر آه. إحسان صديقي كان قائد الفرقة بيستوديو الفن كان له أفضال كبيرة من خلال المشوار اللي مشينا سوا يعني هلا بتطلع يا ريت فيه خبيها هالتوزيع الرائع اللي عمله سيمو أسمر أضاف لإلى أحسن المنظر حتى بالألحان اللي قدم ليها بالبداية ألحان ما بتموت كمان للأشخاص اللي بذكرهم بمشواري وما بنساهم بذكر الأستاذ مارون كرم الله يرحمه بذكر الراحل كمان الأستاذ الله يرحم ترابه وفي بركات والراحل ايضا الاستاذ شفيق المغربي هو لازم نذكرهم من هيك ضميري يكون مرتاح طبعا جائزة جورج ابراهيم الخوري ده جاء وحكينا وبذكر كمان الله يرد غربته يعني هو عايش بالغربي الاستاذ نبيل ممتاز في ناس اليوم بيطلعوا نجوم بس بتقلي بدهم كتير ليصيروا كنا مرة عم نحكي عن حدا طبعا هلا ما رح سميه قلت لي مشان هيك بيقصوا بعد فترة ما عندهم هالولاء لهالناس اللي ساعدوهم ما عندهم التواضع ما عندهم الدبلوماسية بتعاطي مع الناس مع الجمهور ما فيك تشملي ما فينا نشمل في ناس يمكن يكون عندهم في ناس لا مشان هيك هذا موضوع كتير كبير كل شخص ما في شخص مش بعد تاني مين بذكرك ببداياتك اليوم غير الهواة طبعا ببداياتي من اللي عم بغنوا هلا فضل مفروض بالاسامي اوكي بالنسبة لفضل شاكر انت بتأيد اللي عملوه ما كمان ما يعني اوكي ما الي رأي وقالك هل بسألك وقالك فوري كيف علاقتك فيه يعني انا ما بلتقي انا وائل كثير يمكن اخر مره شفته مش 7-8 سنين بس انا فنان بحبه كثير ومعجب بصوته ليش بيقولوا راغب بالوقت اللي هو عم بغني وبعده سوبر ستار وبعده نجم وبعده شهرته عم بتزيد في ناس قاعده ببيوتها هني ما عرفوا اشتغلوا ما بعرف ما بعرف كيف حياتهم وكيف آلية شغلهم ما بعرف شي عنهم ممكن الذكاء كمان بيلعب دوره بالفن رارا الذكاء يعمل واقعية ليه بدي اقول ذكاء يكون الواقعية هي اساس الذكاء ان الواحد يكون واقعي ما يكذب على حاله والحظ موجود انت محظوظ بتعتبر حالك يعني الحظ لعب دوره لقلك دايما انا بقول لك بشكر ربنا على كل شي عطاني بس انا بعرف اني اذا بشتري ورقة نصيب ما بربحها
ليه؟ جربت. يعني الحظ ما بيجي لعندي، أنا بروح لعنده. إذا بدك أنا ماشي بطريق بلاقي حظوظ، بس أنا قاعد ما بعتقد بيجي الحظ لعندي. بدك أنت تشتغل وتسعى. إيه يعني بشتغل بلاقي حظي بشغلي، حظي بصدقي، حظي بإحساسي. ولما بقول حظ يعني هو رضا الله. أكيد. هذا. أكيد. يعني الحظ كلمة الواحد ما بيقدر يشرحها. في ناس محظوظين بيخلقوا محظوظين. نحن ما هيك. نحن ركدنا واشتغلنا وقسينا وبكينا و... تعبنا يعني لوصلنا. مش تعبنا بس يعني يعني خلقنا بحالة من الضياع. سرق سلفنا باللبناني. بالضبط سرق سلفنا. بس الله رجع عطانا كثير. عوضنا كثير. عوضنا كثير. طبعا. هون الحظ وين موجود ما بعرف. بس بعرف يمكن عطاني حظ أكيد والموهبة وهي حسن الاختيار وحسن التعامل. سؤال سريع قبل ما نتوقف مع استراحة عالمية، ليش الإشاعات دايما بتنال راغب بأمور بيته، يعني أموره الخاصة والكثير انتيم؟ أنا ما بحكي عن بيتي. يعني كل إنسان ببيته يمكن عنده مشاكل. ما في شك عادي، بس انه ما بيقدروا يطالوا فنك بشيء، دائما بيجيبوا سيره حياتك الخاصه. بجربوا يطالوا يعني. في ناس شغلتها تقوص على الناجح، بيعتبروا انه هني فاشلين لانه في واحد ناجح. بلكي اذا منقوص عليه بننجح. ببيتك متهنئ بالحقيقه. حيضلهم فاشلين. خلي اجواء الرواق فتتهنى ببيتك راغب لحتى تعطي بفنك. بيتي في رواق كثير. يعني الفنان بنتيجه لازم يروق في سلام حتى يقدر يكمل ويستمر. نعم. الحمد لله. استراحه اعلانيه اخيره بالمتابعة. تابع الاسم الاخير مع السوبر ستار رغم عليه. بدي لك ابو خالد هلا، لانه عم نشوف صور خالد ولؤي الله يخليهم. عم بسالك مين اللي بيشبهك اكثر؟ قلت لي هيدا شقفه مني وهيدا شقفه مني، يعني الاثنين اخذين منك. هيدا ياخذ نصي وهيدا ياخذ نصي. باي ذا واي خضر بعث لي مسج كثير كثير بسلم عليك. انا بسلم عليه الخضر. كنا عم نحكي هيك شوية أمور فنية، في شيء زعجك حاليا بالوسط الفني؟ لأنه الفنانين الكبار بيبقوا أيام متضايقين، يعني إذا عطيوا رأيهم يؤخذ فيه. اللي زعجني إنه اليوم مع تلميذ إنه اليوم الفن وصل لمرحلة السي دي بطل يبيع، بطل يجيب مصاري، صار أكثر سوشيال ميديا، صار داونلود وأشياء. طب هيدي حالة اقتصادية ستؤدي إلى كساد فني. إلى كسل فني. لأنه اليوم ممكن عالم اقتصادي قائم بحد ذاته. هلأ المنتج بطل قادر ينتج، والفنان إذا ما قادر يضبط مصاري كيف بيكمل؟ كيف بدي كمل؟ ولا حياة لمن تنادي. ما في قوانين، ما في حقوق، ما في تحصيل. اخر شيء هلا طلعنا الدوله بدها تجمع الفنانين شلحهم ضرائب. معطلين، ما هن في منهم ما معهم، بس منهم اسمال. لا ماكنين. هلا الماكن اللي بيقدر معك انه هذا مثل بفوت على مطعم بدل ما يطعميه اكل بيقرطوا بدنه بيقول له تفاح حق الاكل. هيك عم تعمل. رغب عم تفكر بالجيل اللي جالي، يعني انتوا اسستوا وعملتوا وكثر خير الله ومستوره. بس عم تقول يعني الفنانين اللي بدهم يكملوا بدهم يستمروا، شو بدهم يعملوا؟ هذا اللي عم فكر فيه. نحن اللي بدنا نعمله عملناه والحمد لله. بس الجيل هذا اللي جاي كيف بده يكمل؟ يعني التكنولوجيا عم تخرب الاشياء اذا بدك نفكر بهالطريقه. هلا التكنولوجيا اكيد المفروض تكون الحلول، بس اذا في دول بتفكر بالحلول. الدول اللي ما مفكرة الا بالحروب والدعم ومش عارف شو، دعمات عسكرية ودعمات مخابراتية ومؤامرات وما بعرف شو. هيك الدول العربية صايرة بين بعضها. كيف بدي خزقوا ببعض؟ بس كيف بدنا نبني فن اذا ما اعترفوا بانه الفن هي حضارة وهي ثقافة ورسالة قائمة بحد ذاتها؟ بالضبط.
اذا ما اعترفوا بانه الفن يعني الفنان بيعيش، يمكن رئيس المخابرات بعدين ما حدا بيقدر يعرف عنه شيء. كان مهتمين كتير بصرف المصاري على المخابرات بين بعض، مع الفن والثقافة ما في شيء. ميزانيات الدول بتلاقي وزارة الثقافة اقل ميزانية عندها. نعم. يعني كيف بدك تبني مجتمع؟ بنقول ليه الاوروبية والامريكان ببكوا العالم على فيزا؟ لانه قدروا بنيوا بلاد مؤسسة على هوليوود، مؤسسة على 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 الاعلام والراديو وعلى الاغاني وعلى الفن وعلى السينما. فانا بهيك قيادات سياسية، مش عم بحكي لبنان هلا، صرت عم بحكي جلوبال، ماني شايف ماني شايف المستقبل منيح بحق الفن. لا بدنا نتخيل نحن حضرتك وزير سياحة، لك معالي الوزير أول شغلة بتعملها شو هي؟ مش بعيدة إلا إذا حكومة الديمقراط ممكن يكون وزير فيها. شوفي، أول شيء إذا واحد بده يعمل وزير بزور الرئاسات. أكيد. أنا لازلت لا عم فكر زور. أنا زرت الرئيس تمام سلام، هنيته لأنه صديق. نعم. صديق قديم يعني، مش من اليوم، من 15 سنة، ورحت هنيته مثل ما كل الناس. انا هذه شغله ما عم فكر فيها وما عم بشتغلها. سوري، وصديقك زياد بارود بين السياسيين؟ بعتقد هو زياد بارود هو امل لبنان بالسياسه. يعني يوم بتشوفي اشخاص مثل زياد بارود، انا بقول مدرسه زياد بارود بلشت تضرب بالارض، بقول نحن هنا، بتقولي صار فيك تقولي انه صار في نواه انه نرجع نشكل لبنان بعيد عن كل الفساد اللي صاير. نوعية يعني اليوم وزير بارود وزير مشهود له بأودمته بوطنيته بإخلاصه بتضحيته، وهشلوا لأنه بده يطبق قانون. يوم اللي بيرجع شخصيات مثل زياد بارود بصلاحيات وبغطاء، بقول لك بكون بلش لبنان عم 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 بيضرب اول ضربه انه يصير في البلد بنبلش نتفائل يعني. بالضبط. انا بتمنى اشوف وزير عدل هلا يستاهل على كل حال وبيلبق له. طيب لو افترضنا راغب وزير سياحه، في عندك مخطط براسك بتعمله؟ اعطينا هيك بس شقفه صغيره من الافكار اللي كثير براسك. هلا ما ببالي شيء، ما ببالي الوزارة. بدنا اياك معالي الوزير، اتصل شئت ام ابيت تلبق لك. اذا يوم نبهتنا المسؤولية، في كثير اشياء الواحد بيقدر يعملها بلا بلده. ونحن صار انا عم بحكي مضايق لانه مخنوق. سلامة قلبك، حنختم بعد شوي ما رح نحكي. ونحن من الاشخاص اللي حبينا وطننا وكنا سفر لقلبه. ونحن من الاشخاص اللي كل شغلنا على الكرييشن، على الكرياسيون. طبعا. فبأي مجال نجي فيه ممكن يكون عندنا ابداع نقدر نخدم العالم ونسعدهم ان شاء الله. جايه صيفيه حلوه على لبنان بيقولوا. بتمنى. انت شو متفائل؟ خاصه انه عم بيقولوا قصه الغاز والبترول هيدي شغله كثير منيحه لنا بالمدى البعيد. رغب تقرا انت هيدي الاشياء ومطلع يعني بتفوت بحسيه الامور. اخ اقول لك حيخلونا الغاز للشعب؟ طبعا حنشوف شيء منه ولا حنشوف شيء معنا من وراء الغاز؟ شو المصاري بتشك؟ بتشك لانه الجمهور اللبناني بيأله الزعيم ما بيحاسبه. لما يصير في جمهور لبناني بيحاسب زعيمه بقول لك ايه؟ ما تهوبروا لهم وتزقفوا لهم كل الوقت، حاسبوا لهم وتزقفوا لهم وبعدين بيقعدوا بالمجتمعات، هيدا بدافع عنها، هيدا بدافع عن اللون، الوان كلها الوان. طيب خلينا نقول برافو 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 لموقف سياسي. لمين بتقولها؟ زياد بارود. بس. هلا حاليا حدا طلع بشي خطاب بشي كلمه بموقف بدك تقول له برافو على الكلمه اللي انقالها؟ ما بتذكر حدا. ما في، بس زياد بارود. زياد بالنسبة لي أمل لبنان بالسياسة هالقد. واللي عم يشتغلوا اليوم مش كتير عاملين لك هيك، في ناس أواجم، في ناس بدها اهتمامك، بس المشكل إنه كل ما حدا تابع ما له رأي. زياد منه تابع. أوكي. زياد هني ترجوا ليجي.
لا زار حدا ولا ترجع حدا. وهو اللي فل وهو عامل قيمه للمكان اللي قاعد فيه. نعم يعني هو كل امين فل وهيدي واحد بيحفظ كرامته بالنتيجه. من الصعب تلاقي وزير داخليه هالقد عنده شعبيه. عاده وزير داخليه بيبقى مكروه. ايه زياد بارود اسمه شعبيه مش عاديه فعلا. وهلا انت بتشوفه وزير عادل. انا بقول لحتى نكرس العدل لانه بلد. شوفي اذا ما في عدل باي بلد ما تتاملي فيها خير. نحن عنا قضاة واشخاص بالقانون قضاة كويسين جدا جدا جدا. انما لا يوجد عنا عدل لانه القوانين هي الغلط. وماشيين فيها. وبعدين سوري اتفضل. وهيدي مطلوب انه يجي اشخاص يكون عندها جرأة انها تغير انه تفرض العدل تحط الانسان المناسب بالمكان المناسب. اليوم كلياتها مسيس بكسروا الروتين مطرح ما بتفوت السياسه بتخرب. صحيح معروف السياسه فايته بالفن بالاخص انه ليس هناك من يحاسب. مين بده يحاسب وزير غلط؟ ما حدا. مين بده يحاسب ارض هيك فجاه كانت للدوله طارت بطلت للدوله صارت بجيب مضبوط. رغم مثل بمصر الفن سيد السياسه عنا والامور مشربكه ببعضها او بتحسه بعده بعيد. لا مصر غير حالة. مصر في ثورة. لبنان لا ما في ثورة. لا حتى بالأمور الفنية كانت كتير يعني مخربطة الأشياء وفاتت بعضها سياسة وفن وفن وسياسة. آخ دخلوا الفنانين بالسياسة وكنت يعني آخر شيء بيدفع الثمن هو الفنان. بتمنى إني أرجع أشوف مصر. هذه مصر أم الدنيا اللي بنعرفها. هوليود الشرق ترجع لعارينا بالفن. عم تروح على مصر؟ قليل. تروح على استوديوهات يمكن اذا اضطريت. مرقت على استوديو مؤخرا بس قليل ما عم نروح. كبلاد عربيه اللي صار فيها ثورات وين عم تروح؟ ما مطرح. ما في لانه ما في حفلات. نعم ما مطرح حتى الاشياء اللي طلعوا علي على سوريا حطوا حفله معينه واساسا هلا ما في بسوريا حفلات. كيف جايبين حفله قديمه مثلا؟ نحن كلنا بنروح على بلد اذا حفله للدوله بنحيي قائدها ورئيسها وحب هيدا من زمان ورجعي اصلا طول عمرها يعني بتشتكي. ف البلاد اللي فيها ثورات رحت على تونس طبعا. تونس بعدها حالتها بألف خير لانه الشعب انا بعتقد لانه المرأة في تونس من زمان وزمان المرأة لها دور كبير. هيدا اللي خدم انه تونس تحافظ على نفسها ورجعت شفت تونس عم ترجع ل ان شاء الله لسابع عهدها. ان شاء الله وبعد فيها حفلات والناس يعني المواطن التونسي مواطن وطني يعني الشعب التونسي بحب بلاده. عفوا سو بعتقد المرأة لها دور كبير كثير بتونسية على الحفاظ على الارضيه التونسيه الفنيه. وانت من الناس اللي بشجعوا المرأة انه تكون مكافحه. انا بتمنى بتمنى اني اشوف نساء اكثر بالعالم السياسي عندنا ليرجع وزيرات وزيرات حتى رئيسه جمهوريه والله رئيسه حكومه رئيسه مجلس ليش لا؟ حلو ليش لا؟ راغب دعمكم ومش بتقولوا هيدا الدعايه من معك راغب معك اي بقول حتى بالاضافه لما تكون رئيسه محكمه مرأة بكون الوضع احسن ان شاء الله. يلا تنطالب هاي بالعالم عم بحكي مش بالدنيا بالعالم انا من انصار المرأة طيب ليه لبنان حتى مرة بايدل ما عنده شباب قوية كتير ايه. بس بعدني نصير المرأة بعرف لا هلا انت في نانسي معكم اللي عندها انوثة هي في والبقية لسه ما شاء زعلت منا قلت لك احلام لأن نحن عم نقول انه هيك مثل ما هي بتمرق ونحن عم نمرقهم اليوم لا نحن بالنسبه لنا راغب خط احمر يعني نجم محبوب فنان بنعتز فيه مش بالصدفه انت فنان كبير حياتي بس انا بدي ما علينا حدا يقول شيء يمكن بس انا بموضوع احلام بدي اقول انه ما نقسى احلام هي هيك شخصيتها يعني يمكن تطلع بيطلعوا منها هيك بيرجع الموضوع دائما لما كانوا بدك توجه لها تحيه يعني بالاخر لها اكيد انا بوجه لها تحيه طيب ولا مين كمان تنختم لمين بوجه تحيه لماجد الرومي ليه لانه طب هيدي مره مش حرام بمواصفات وبانسانيه ماجد الرومي ما يكون لها دور بالبلد دور شو سياسي مثلا اكيد انساني انساني مش سياسي
إنسانة. كن سفيرة. هي سفيرة. ليش لا؟ ليه ما بتكون سفيرة؟ أوكي. ليه لا؟ أنا يعني هلأ أجيت عبالي لأنه شوف إنسانة بتبيض وجه لبنان وبتعطي سفرة. على سيرة السفرة لا لا في ناس انتخبون يكونوا سفرة بس ما عملوا شيء. صح. صحيح؟ يعني هي اللي انعمل ب الرجل هو يصنع المناصب وليس العكس. ايه طبعا، لا من فتره هي كرموها هون عندنا كحكومه فرنسيه واخذت هيدا اللقب، بس شو بدك اكثر؟ انا بقول شخص مثل ماجد الرومي لازم الدوله اللبنانيه ومسؤولين بالدوله اللبنانيه اذا ارادوا ان يكون عندنا صيت حلو للبنان ان تعين بمنصب يعطي صورة جميلة عن لبنان بالمواضيع الإنسانية الاجتماعية بكل صفاء ونقاء. مش حرام انه بدل بس فنانة تغني يوم اللي عندها حفلة؟ انا معك شوفها بيكون لها دور اكبر اكيد. اذا في دولة بتخاف على البلد وبتخاف يعني بتحب انه يكون عندنا صيت برا، هيك اشخاص لازم يستلموا مناصب. على فكره بنفس المسرح اللي غنت فيه ماجده لدى رئيس خامه الرئيس وسام بمهرجان جوني، بتتوقع يكون في شيء هيك شيء سربريز لك؟ مشكور في خامه الرئيس على وسام وللسيده ماجده، لكن هذا لا يكفي. الوسام عم ياخذوا الاموال. انا ما عم حبتي لماجده الرومي، بس هي بالنسبه لغيرها كثير انعطت، لانه في ناس لهلا منسيين، في عندنا كمان فنانين كبار يمكن لازم نعمل لهم شيء. الوسام هو شرف، وسام يعني شيء رمزي. انما بالحقيقه اشخاص مثل هول انت بس لازم يكون لهم دور بالبلد، دور حقيقي. نعم. للمواطن اللبناني. بدنا نختم مع الاسف، مع انه نحن مبسوطين بالقعده وبالجلسه، لانه اليوم لازم تكون بقرب ايضا لاي ساعه؟ سبعه. سبعه تي هلا لازم تكون سبعه؟ ايه لنحضر حالنا. اوكي. بختام حديثنا راغب، شو بتحب تقول للناس اللي بيموتوا فيك، اللي بيدوبوا باغانيك، اللي يعني هلا عم بتابعوك يمكن ما بدهم الوقت يمرق ويخلص؟ بدي اقول اني مهما حكيت ومهما قلت ما بقدر اعبر عن امتناني وشكري لمحبتهم، وانا ما بهزرش. ميرسي على الجاتو، ميرسي على الورد، مع انه احلى ورد. ثانك يو. هابي بيرثدي عقبال ال 100 سنه وتعيشي طالما العمر بيلبق لي. حياتك كلها بزور. وطالما انت حلوه وجميله هيك. تسلم. وست ستات. هزرتني. احنا مبسوطين كثير كنا بهالجلسه الحلوه، نتمنى تتكرر على طول، ونحن بنوعد كمان مستمعي راديو دلتا انه يكون الحفله الاسد دائما راغب عليه، لانه هذا الشيء بكبرنا ونحن عشرة عمر ورفقة ومواكبينك من انطلاقتك. يعني في شيء غريب إذا ما سمعوا أغنياتك عنا، يعني الفترة اللي كنتوا مجبورين تقطعوا أغنياتي آخر شيء أنا هم موجود هم بصح إلا صحيح. وبرضو ضليت بحبكم أسمعكم حتى ما كنت أسمع أغنياتي. ما عندي شك، ونحن ضلينا نحبك، وأنا مصرة مثل ما قلت بمجلة ألوان بدي يكون حمامة سلام وهيك همزة وصل حلوة بينك وبين أستاذ سالم هندي، لأنه لازم نقرب وجهات النظر. مش غلط في محبة من اثنين. شوفي أي علاقة مبنية على الاحترام أنا برحب فيها، وأي علاقة مبنية على التعالي ما إلا وجود بحياتي. شو نفهم؟ أي علاقة مبنية على الاحترام برحب فيها. أوكي. ابني على هاي. أوكي. أي علاقة مبنية على تعالي بين طرف وطرف إنه يمكن يعني صار كثير بين رغب علامه وشيخ بيير الداير، وهلا انت صمني على عسل. لما بيكون في قاضي صلاح، لما بيكون في طرف ثاني وبيني وبين لا بس بيني وبين شيخ بيير ما كان في قاضي صلح. صارت اشياء لوحدها. هن قطعوني 15 سنه وهن رجعوا. يعني انا ما اشتغلت، جربت بالبدايه انه يعملوا لي تقطعوني، انا ما بمضي احتكار. اوكي. وبعدين لما وصلوا وقت لقوا انه المقاطعه والاحتكار ما كان نافع، قالوا هذا الزلمه كان معه حق وشالوا الفيتو. وهلا كمان روتانا عامله نفس الشيء، ممكن يجي يوم يشيل الفيتو اذا شيلوا. ان شاء الله تكون الامور ترجع الى مجاريها الطبيعيه من خلاله، بتمنى. ما هو لازم كمان نوضح، انا بعمري ما كنت مع روتانا، وعمري ما مضيت معهم، ولا عمري مضيت معهم ولا البوم ولا غنيه ولا شيء. نعم. هي شركه بعيده بس بالتعاطي معي، ما قدرنا يوم نتوافق
عشغل انه تعالوا انتو شركة قوية وانا فنان كبير. كان التعالي صادي انه بمنطلق مختلف انا ما فيه اقبله. بس يوم اللي بكون في منطق وطبعا هلأ اني بطلوا ينجوا ما بقى في مجال للتعاون بس العلاقات الجيدة لابد منها. ممكن وانا رح نجوا على اجيدة صاروا انتقائيين بالانتاج ممكن ينجوا لرغب عليهم من الاعلاق. عندي باك ستيج برودكشن هي اللي عم تنتج لي. لا بس انا بنشد دايما العلاقه الجيده والطيبه مع الناس وانا سالم بحترمه وبحبه وبعرف انه يمكن كان في ضغط عليه من الناس الثانيين في قصص كثير دايما بتحصل. بدنا نختم بابتسامه. انا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش. ثانك يو لسوبر ستار. موعدنا بيتجدد يوم الاثنين الساعه 8 بس اليوم استثنائيا لانه ضيفنا كان استثنائي وكنا معكم. ثانك يو بيتر عزبنيك ومرسي على كل الاغاني الحلوه اللي مرقيت. شكرا شكرا. ثانك يو بقول اني بحبك انا ما بهزرش او ان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزرش.